فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: لي تجارة خارج هذه البلاد وقد تم الاحتيال علي في أموال، يقول لي تجارة خارج هذه البلاد وقد تم الاحتيال علي في أموال هناك، سؤاله: هل يجوز لي أن أتحاكم إلى المحاكم التي تحكم بغير الشريعة لأجل أن أتحصل على حقي؟ إذا كان تتحصل على حقك فقط ولا تظلم أحدا فلا بأس، أنت قصدك الحق، توصل إلى الحق ولا تظلم أحدا فلا بأس. أما إذا كان تبي تحاكم إلى غير الشريعة لأنه تحكم بأشياء مخالفة للشريعة الإسلامية فلا يجوز هذا، تأخذ حق الناس أو تعتدي على الناس بموجب القانون، ما يجوز هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.